الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض يا رب وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن
ثم نذيقهم العذاب
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة لكم الكبرياء
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ربنا لا تجعلنا فتنة
Oh,
ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فيما